فين البنت الغلبانه ده هي في حالها يا شيخه؟ انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه والله، قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهوت نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا استني يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عالنبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني، خلينا اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك غير شويه، هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فنك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي، احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها، خارجه نفشه ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض، انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاه؟ ما تتلمي يا بنت يا كوريا، ما تتلمي يا بنت، ترى ايه هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكاية انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشربه في خرجتك انت وهي قادرة يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه؟ خش يا بنت، خش يا بنت، عليكي خرجتي يا دي البنت اخفى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قلة الأدب بتاعت البنت كوريا؟ تعالي يا بنت نشرب كوبايتين العناب. إن شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم.